حياة أبو وديع، إيه أهم محطة في حياتك؟ المحطة اللي حاسس إنها صنعت اسمك؟ يوم طلعت من بيت أهلي ورحت أغني، حسيت إن إيه أنا صرت مطرب بدي أغني، مغني بدي أغني. المحطة الأولى نزلت من سوريا على لبنان سنة 77، نزلت مع الملحن جورج يزبك الله يرحمه ترابه، عمل ثلاث أغاني اللي هم دبنا عيامك دبنا وترغلي ويا والدني، كانوا أول ثلاث أعمال لعلي. وبدأت هذه أول مرحلة، أول محطة بدأت فيها بالحياة. وبعديها شكل الموزي الملحن المصري الشاطي اللي تقريبا نص أرشيفي وشغل من الحاج شاكر. وبعديها شكل الموزي الملحن المصري الشاطي اللي تقريبا في خصوصا طبعا نجحت جدا الحمد لله. محطة حسيت انها صنعت اسمك او فرقت معك؟ اهم محطة في حياتي فنية. ممكن تكون اغنية؟ يوم غنيت كلام الناس تبعدني من ولا اخر. الله. اللي كانت من بوكي مجموعة أغاني أخذتهم من صلاح شيرنوبل والحن الجميل والحلو، وأخذت أغاني خمسة ستة معاها، كلام ناس أخذتها آخر واحدة مش عاوز أخدها. كنت ما كنتش عارف إنها هتنجح النجاح ده كله. لا والله كان معايا شخص ربنا يرحمه اسمه رئيف شكري، قال لك يا معلم خذها على البيعة، على البيعة مش على البيعة، أنت خذها على البيعة. شو أنا شو الكلام ده؟ كلام الناس بعدني ولا آخر، معقولة دي؟ أنا مستهزئ بالناس ولا؟ وفلان حبه وكانت أنجح واحدة فيهم. طب إيه أهم محطة شخصية في حياة أبو وديع؟ الخير يا رب. ربنا يخليك يا أبو وديع. أنت وأيمن يا رب. ربنا يخليك. في رب عزكم إن شاء الله. ربنا يخليك يا أبو وديع. طب أصعب محطة في حياة أبو وديع كانت إيه؟ الحمد لله ربنا إداني حظ وقوة أتخطى المصاعب. أصعب حاجة كانت إيه؟ كانوا كتير؟ لا ما نضع معايا حاجات شوية في حياتي بس عادي، لا مش صعبة لا الحمد لله. أول حاجة عملت عملية غيرت التو هيبس بتاعي الوركين سنة 2001، الحمد لله عدت على خير الحمد لله. وآخر واقعة صحية أكلتها يمكن من يجي 7 سنين. ألف سلام عليك. الحمد لله رب العالمين، كل حاجة من ربنا حلوة، وأي شيء بيستفادني في ربي يعني الحمد لله هو فكرني. أنت رجل مؤمن وقوي عشان كده تتخطى المصاعب. وإيماني بالله هو بإيدي الحمد لله، بقلبي وبروح، هو كل حاجة لي رب العالمين. الناس وقفت جنبك في تعبك؟ طبعا كتار وقفوا جنبي كتار كتار. مين وقف جنب أبو وديع؟ أول شيء أولادي وأمهم ربنا يخليهم، فضلوا جنبي دلوقتي جنبي حبايبي، والناس اللي بيحبوني كتير. أنا ما عرفت من جاي المستشفى، ما عرفت مين بيسأل عليا. الفنانين مين سأل على أبو وديع ووقف جنبه من الفنانين صحابك؟ كله سأل، كله وقف جنبي، واللي ما سأل بكون علاسي معلش، أنا بعتبره سأل. أنت مسامح؟ من قلبي مسامح، ما بتذكرش انه حد زعلني، اما لا اذا حد غلط عليا ومسى انه غلط معي اما لا. طب تتاثر بينك وبين نفسك وتكون زعلان او لا؟ بينك وبين نفسك بتقول ليه ده ما سالش عليا او ده كان صديقي مرور الكرام، مرور الكرام. قول بتعاتب؟ ايه بصوره، اذا ذكرت واحد عمل له ولا وهيك هذا اللي طلع منك هيك بس يلا معليش بغني عادي يعني عادي للمزح، بس للمزح وبس.